الجلس عنده واحد النوع ديال واحد النمط في احواش. كاين رقصات وكاين تنظمات، يعني تنظمات ديال احوال فن الدرس، يعني لابد يكونوا فيها شعراء اللي تنقولوا لهم انضاما، يعني هما اللي كيسيروا هذا النمط ديال فن الدرس. يعني لابد يكونوا يكونوا الضامن، وعنده واحد النوع خاص ديال الرقصات يعني كتميز بهم فن الدرس بوحده، يعني على غير باقي الانماط الاخرى. والحمد لله حنا في جمعيه شباب الخير يعني ارتئينا انه نحيوا هذا المورود ديال فن الدرس اللي انضاطر مؤخرا، يعني ما بقيناش كنسمعوا وما بقيناش كنشوفوا. والحمد لله سمينا هذه الدوره بالدوره المرحوم يحيى بوقدير. ملي كنقولوا هذا الشاعر يحيى بوقدير اللي كان تامل ايدو زتوس، راه هو اللي كان كيطراس هذا النوع ديال الدرس. والحمد لله حنا كشباب ما بغيناش هذا النوع ديال الاحواج انه ينضطر. والحمد لله راه دابا حينا وسمينا الدوره بفهم الدرس، وحضرنا فروق، يعني فروق اللي تيديروا احواج الدرس اللي كيديروا هذا النمط هذا. والحمد لله هذه النسخه الاولى ديال المهرجان عرفت نجاح كبير الحمد لله، بالحضور ديال الاعلاميين، الحضور ديال الجمهور كان غفير. كانت سهره الامس وكانت سهره اليوم، ولكن الحمد لله اول مره غيدوز دوت هو الجمعه ديال القضاء. تسكرنا تكريم الرئيس يحيى، واخا يموت بنادم، واخا يتيري بنادم، يعني تكريمي غيسول باش تيزرو، ولكن للاسف غير كان تسكر الوقت وكان نشكر راسهم الرئيس الكنسوسي والمدير المهرجان، نشكر بزاف لانه اللي خص كنزون دمايا تحفظنا في الموروث الثقافي، وهو الدرس اللي لا نحيت تي اللي غيداوز دوت قبل داوز دوت تي اللي غيكون طاي تي اللي غيدوزال. وكان قبيله نياضني هاتي لاقيشنا وهنا قارد سوس دمينا، وكان نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم كل شيء غير الجامعات غير البلدان غير الجمعيات زون دمايا تحتفظنا في الموروث الثقافي اللي قال الاصل على سنتينيخ زون دمايا التسكار بنادم يتحفظ في المورود الثقافي للبلاد. اشكون ترد بدي غاما الاصل غاما بدا الاصل جون تري بدل لاقيس الخلف بزاف لاقيس الخلف هاتي يسوق المهرجان احواش قيس الدرس، واخا قيس نسكر الدرس غاسا انوكما قيس الحساب باش قيس السات الضرب اللي قيس لانين لا نقيس يا الضروب قيس كنون الا عاد قيس لي وجوكر عاد دا قيس لي وسوس عاد يعني لا نقيس المقاعد كوتنين غير جند المهرجان وري يمكن تنكلو تكمل الفرقه ما يمكنش احواش المهرجان يقا غير يقا الخدمه تلقى الساعات. كيفاش غادي تلعب مشكل عناصر؟ الدرس راه ارقست هضر حتى ار 50 ار 60 زريق كي غيندوز غادي يزرين ار 60 غدا الدرس ار 60 واحد غدا الدرس 50 واحد غدا الدرس اللي نايت لنا خط الزوم زمايلنا كله. إن الضامن يمكن تقيسي لنا ربعه يمكن تقيسي لنا زين يمكن تقيسي لنا كوز يمكن تقيسي لنا حتى خمسه وريك المشكل غير تنضم وريك المشكل. اولي قتا ولا كونيان السنه غنروح ولا نزيد السود غير اوري تفوق وسيف ديما يتجاوب الموضوع ورتيني في الحتاين غير كذا تقدرست ولا حتى احواشنا احواش اللي غوري يمكن تقيسي لنا كراد كوز هو احواش السوس انت وري يمكن تقيسي لنا كوز الرويس وري يمكن ولا خمسه وري يمكن وري مخصوص ادرار هنا قار ممكن تقيسي لنا اربعه درس ممكن تقيسي لنا اربعه ولكن حواش نسوس وري يمكن تقيسي لنا شكو ورتي تفكي له انت حواش نسوسي كازو التنس هاك ستيديو دغوا ديال ارتي دغوا ترغا ايه الدور كازار ديفو اشبار ناسي ايه الدور كازار ديفو اشبار ناسي مارا دايك لي غصدر ناخذ فوق